المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، واللي انطلقت في يناير 2019، رفع كفاءة حوالي من 380 ل 400 قرية على مستوى الجمهورية. ودي القرى اللي بتعتبر كانت الأكثر فقرا حسب خرائط الفقر اللي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واللي بتتراوح نسبة الفقر فيها من 70% لأكثر من كده كمان، بإجمالي 756 ألف أسرة، وبيتكونوا من 3 مليون فرد في 11 محافظة. وللتفاصيل أكثر معانا على التليفون أستاذ خالد جمال، منسق القطاع التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة. صباح الخير عليك وكل سنة وحضرتك طيب. صباح الخير يا فندم، كل سنة وحضرتك طيبة وكل سنة مشاهدينا. يعني في البداية كلمنا أستاذ خالد عن الإنجاز الكبير اللي شهدته مصر من خلال مبادرة حياة كريمة. طيب، في البداية يعني أنا بقول لحضرتك إن مبادرة حياة كريمة أو مشروع تطوير الريف المصري بيغير بشكل كامل شكل الريف المصري. احنا بنتكلم في المرحله الاولى على سبيل المثال بنتكلم في 20 محافظه فيها 52 مركز، بنتكلم في حوالي 1413 قريه في 10611 تابع بيتم تطويرهم في الوقت الحالي. احنا شغالين في المبادره بقالنا حوالي 7 او 8 شهور في المرحله الاولى من المبادره. تم فيها رصد احتياجات الساده المواطنين، وتم فيها معرفه المشاكل المتواجده في كل قريه، وده عن طريق كان بيبقى فيه لجان مشكله من داخل كل قريه لمعرفه احتياجات تلك القرى. بعد رصد الاحتياجات والمشاكل ووضع خطه لتنفيذ تدخل داخل تلك القرى، بعدها احنا حاليا بدانا التنفيذ بشكل فعلي، وفي بعض المشاريع وصل فيها نسب الانجاز لحوالي 70 او 80% في وقت قصير جدا. يمكن احنا ان شاء الله في نهايه العام الحالي او 2022 هيكون تم الانتهاء من معظم القرى اللي جايه العمل فيها حاليا بالوقت الحالي. طيب استاذ خالد، هو ازاي الخدمات دي بتتم في كافه المحافظات، وازاي ممكن انك بتصل لكل المواطنين يعني بالتساوي؟ طيب خليني اقول لحضرتك، الخدمات المقدمه في المبادره او تطوير الريف الشامل عباره عن ايه؟ بنتكلم في حوالي 11 او 12 محور، من سكن كريم، من بنيه تحتيه، من تدخلات طبيه، من خدمات تعليميه، تدخلات اجتماعيه وتنميه انسانيه، تدخلات بيئيه، محور الري وتبطيل الترع، محور التموين، الشباب والرياضه، الزراعه، الثقافه، كل ده بيتم عن طريق الشراكه ما بين الجهات التنفيذيه والجهات ومؤسسات المجتمع المدني وبعضها. احنا يمكن اول مره في مصر نلاقي تعاون ما بين كل الوزارات وكل الهيئات والجهات المعاونه. في تعاون ما بين الـ 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 الصحه مع التنميه المحليه، مع شركات الكهرباء، مع الميه، مع وزاره الري، مع وزاره التموين، في تكاتف وتعاون. يمكن حياه كريمه خلقت نوع من التعاون ما بين الجهات وبعضها، وبدا الكل يقعد على ترابيزه واحده ويحدد احتياجاته داخل تلك القرى، ويتم التنفيذ بشكل متعاون وكامل داخل تلك القرى، عشان زي ما قال سيادة الرئيس نخرج من تلك القرى يعني تكون كامله، مش محتاجه اي خدمه اساسيه بها. طيب حضرتك يا استاذ خالد، المؤتمر الاول للمشروع القومي مبادره حياه كريمه، واللي طبعا حضره فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان عكس فرحه المصريين والانجازات اللي حصلت في الفتره اللي فاتت دي، كلمنا اكتر عن رؤيتك يعني المؤتمر. طيب يعني المؤتمر كان رساله لمصر كلها ان الجمهوريه الجديده بتعمل تكامل داخلها. يعني احنا كنا دايما بنعاني ان بيقولوا ان الشغل بيتم داخل القاهره الكبرى او داخل المدن الرئيسيه. يمكن اطلاق المؤتمر وضح للمصريين كلهم ان في شغل بيتم في ريف مصر وفي صعيد مصر اللي كان مهمل لعشرات السنين. المؤتمر حضروا الاف الاسر المصريه، وبالمناسبه الاسر دي كلها من قرى حياه كريمه، يعني تم يعني دعوه الاسر من داخل قرى حياه كريمه، عشان كمان هم زاد ان هم بيشوفوا داخل القرى بتاعتهم الشغل اللي بيتم، لا كمان هم تواجدوا مع السيد الرئيس وشاركوا فرحه الانطلاق المبادره وتوقيع وثيقه تطوير الريف المصري.
ده مشهد يمكن يعني احنا بنقول يلا بنبني، يمكن هو المؤتمر بيقول ان احنا هنبدا او ان احنا بدانا بشكل فعلي، لكن لا احنا شغالين بقالنا يعني حوالي 7 أو 8 شهور. ودايما الدوله المصريه بتحب تعمل مؤتمر او دعوه بعد ما يكون تم التنفيذ الفعلي عشان الناس تبقى عندها يقين ان في شغل تم على الارض. عايز اقول لحضرتك على حاجه، يمكن احنا في بدايه المبادره كان في تشكيك من الاهالي في قوه المبادره وقوه حياه كريمه. دلوقتي احنا الاهالي معانا بتشاركنا في العمل وفي الراي، لا وكمان ده هو بيقترح على الجهات الموجوده داخل كل قريه وبيبدي رايه، وممكن لو حاجه مش عاجباه يقدم شكوى لكل مسؤول عن قرى حياه كريمه. فده خلق نوع من الانتماء لدى المواطن المصري، وخلق نوع من التعاون. وكمان بعد ان شاء الله ما يخلص المشروع هيبقى المواطن اكثر، يعني اكثر واحد خايف على المشروع ده وحريص على ان هو يؤدي الخدمه اللي مطلوبه منه. طيب حضرتك من خلال نزولكم في القرى والنجوع، ايه هي ابرز احتياجات المواطن اللي من السهل تطبيقها وبصوره سريعه؟ طيب هو الحقيقه احنا كنا متوقعين لما ننزل في القرى ان احنا هنلاقي في حاجه، يعني هي في حاجه معينه بتعمم على كل القرى، لكن لقينا كل قريه ليها طبيعه مختلفه. يمكن المرحله التجريبيه من المبادره اللي هي كنا بنتكلم في حوالي 140 قريه، دول اللي تم تنفيذهم في 2019 كنا بنختار فيهم الاكثر فقرا. لما خلصت المرحله لا وجدنا ان احنا لازم ندخل في مركز كامل نخلصه، لان يعني فكره ان هي تخلص قريه واحده ما كانتش مجديه وسط زحام القرى الكتير اللي محتاجه تطوير. طيب هل في مشاريع بعينها؟ في مناطق معينه محتاجه مشاريع، يعني في مناطق الصعيد بصفه عامه محتاجه مشاريع الصرف الصحي، لان هي الصرف الصحي فيها متوقف، في بعض المناطق الجبليه محتاجه كهرباء واناره. في بعض المناطق العاليه بطبيعتها بتبقى تحتاج ميه او الميه فيها ضعيفه. كل منطقه كان بيبقى ليها يعني طبيعه معينه تم التدخل فيها، وتم ترتيب اولويات التدخل طبقا للعاجل منها. يعني في اماكن هنا محتاجين بشكل مباشر يبقى فيها كهرباء خلال شهر او اثنين، تم التدخل وتم حل المشكله. في مناطق فيها صرف صحي، فيها مناطق فيها ميه وشرب، في مجمعات خدمات، فكل منطقه وكان ليها الاليه الخاصه بيها. طيب استاذ خالد، ايه هي ابرز الحاجات اللي ممكن هتعملوها وتنفذوها في الفتره القصيره اللي جايه؟ هو حاليا جاري العمل فعلا في مشروع مجمع الخدمات، بنتكلم في 320 مجمع خدمات ب 320 وحده محليه هيخدم كل قرى حياه كريمه. انا شايف ان المجمع ده يعني مشروع عظيم، وهيوفر على اهالينا كتير جدا، لان هو بيكون مجمع كامل لكل الخدمات اللي بتحتاجها القريه واهالي القريه، من مكتب بريد، مكتب تموين، سنترال، شهر عقاري، كل الخدمات اللي بتقدم داخل القريه. يمكن احنا برضو كان بيعاني الاهالي من دايما بعد المسافه عن الخدمات، وبيتكبد المشقه عشان يوصل للخدمه. مجمع الخدمات ده هيوفر على الناس كتير جدا، وهتبقى الخدمه جنب بيته على طول، وده هيسهل الخدمه المقدمه للمواطن. ده مشروع يعني في بعض المراكز خلاص يعني قرب الانتهاء من مشروع، وفي بعض المجمعات خلصت مباني وجاري تجهيزها واللي بتشتغل يعني ان شاء الله في اقرب وقت. ان شاء الله. شكرا ليك، شكرا جزيلا استاذ خالد جمال، منسق القطاع التنفيذي لمبادره حياه كريمه.